ممكن بقى اتعرف بصديق البرنامج؟ خلينا نتفق الاول. هتقول ولا لا؟ تعالي لا اسالك ولا تساليني، لا تعرفي انا مين ولا اعرف انت مين. حويط قوي انت، بس اتفقنا. طيب اختاري اسم عشان لو عوزت حاجه اندهلك. عوزت؟ هو انت منين يا عم انت؟ الليله انا شكري سرحان. ده اسم قديم قوي، مش ده كان حد معروف؟ طبعا ده آسر ياسين بتاع الستينات. طيب ان كان كده بقى انا كمان لازم اختار اسم قديم، حد سكسي كده. اسمها بتاعت الفوازير. ايه كانوا بيقولوا انها شبهي؟ نيلي؟ يلا احكي لي بقى، ما انت بتعمل ايه هنا؟ أنا شخص حياته كلها في الشغل، ده بيخليني أسافر أغلب الوقت. عندي بيزنس في أوروبا، بس الصراحة أنا بحب أشتغل في مصر، بحب ناسها أوي أوي. لما بحب أرتاح باجي هنا، الناس هنا بيحبوني جدا. يعني تقدري تقولي أنا شخص ممل. متجوز؟ الجواز زي البرد، بيروح وبيجي. وأنت شكلك بتخاف على صحتك أوي. والراجل إيه غير صحته؟ سافل شوية؟ يعني بنتكلم بعد نص الليل، هنتكلم في إيه مثلا؟ في الاحتباس الحراري؟ بعدين لعلمك تلات أرباع المتجوزين بيتطلقوا عشان ملهمش في السفالة. والعلماء اكتشفوا ان السفاله بتساعد على استمرار العلاقات الانسانيه. يا سلام. بس انتي شكلك على قدك.